ازيك يا عمر؟ مساء الفل يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله تمام. يعني هو على الموجود ايه؟ يسلم على الجاي، لو الجاي يسلم على الموجود، لو انا دخلت بالمعاملة. نعم، ازيك يس. انت؟ تمام، الحمد لله، احسن منك. انت بتقول لي انا الكلام ده؟ محمد ايه وينا؟ لينا حبيبي عمر، يا حبيبي عمر، كيف هاي الحال؟ هلا بالغالي، كيف امورك؟ مين مش هرد ام عليك عمر؟ عشان كيف فجرة الحال؟ جدا، بس هقول لك صدي دي في وشك عشان انت احسن من مين، يا احسن من مين يا مقشف انت؟ لا يعني شنو ام عمر، مقشف؟ ام عمر بقشف ومأمل اقل ما طيب فيها. خلينا نعرفكم اول شيء قبل لا تصير عافية ونجيب العيد. ام عمر، استاذ رائد، هو استاذ انت رائد ابو فنان فتح. فنان يا مفنان انت؟ يا ام عمر، ام عمر، ام عمر، الراجل مشغل عندنا اغاني عمال يقول قفاز. وعدان ولا هو هنا، ويقولوا لي شاعر، شاعر، شاعر في البتنجانه. يا ام عمر، لا ام عمر، لا ها بس ها ام بالازاز عمر، ما حدش مديله يخلص. ام حطه عمر، لا لا خلاص هيدا. انا شعلي هي بكتر المية. تتكلمي معايا كده ليه؟ بتنايمونا غصب عننا عشان تقدروا تصلوا، تصحوا الدور، تصلوا انا الظهر، بعرف اصلا. مش تناموا لغاية المغرب. ما ينفعش الصيام كده، لا ما بعملش. الصيام ده لازم تصحوا تصلوا الظهر عموري وتصلوا انتظركم العصر وتصحوا حبايب، الفطار. سلمى بتصحينا الظهر. انتظركم ام قلبي. عمر، انا والله العظيم متونس عليها، ده ضحكني. بس هم يعني هي شويه هسه هيك صار تجفيص بدون اي شيء. بالعكس انا كسوالف والله متونس عليها وضحكتني. لا قوم انزل المستوى، يعني عادي بالعكس.